تاني نوع من الترمومترات اللي هنتكلم عليه اللي هو الكونستانت فوليوم جاز ثيرموميتر. كونستانت فوليوم اللي هو الحجم الثابت. The physical change exploited is the variation of pressure of a fixed volume gas as its temperature change. إذا الخاصية الفيزيائية اللي بتستخدم في هذا الترمومتر هو تغير ضغط حجم ثابت من الغاز مع تغير درجة الحرارة. الشكل بتاعه كما هو موضح بالرسم، ده الإناء اللي موجود فيه حجم معين من الغاز، تيوب على شكل حرف U بتكون مملوءة بالميركوري، طرف متصل بمستودع الغاز والطرف الثاني معرض للأتموسفيريك بريشر أو الضغط الجوي. The volume of the gas is kept constant by raising or lowering the reservoir P to keep the mercury level at a constant. دايما بنحاول نخلي مستوى حجم الزئبق في الفرع ثابت عند النقطة 0. The pressure is indicated by the high difference between reservoir B and column A. بنحدد الضغط بالفرق ما بين الريزرفوار B and الكولوم A اللي هو الارتفاع H. The thermometer is calibrated by using a ice water bath and steam water bath. كالمعتاد بنعاير باستخدام حمام ماء تلجي وحمام ماء في حالة الغليان أو في درجة الغليان. The pressure of the mercury under each situation are recorded. بنسجل مقدار ضغط الميركوري في كل حالة من الحالتين، تجمد الماء وغليان الماء. بنوقع الضغط على المحور Y ودرجة الحرارة بالمئوي على المحور X. يبقى الضغط عند 0 اللي هو درجة تجمد الماء، والضغط عند 100 اللي هي درجة غليان الماء. To find the temperature of substance, the glass flask is placed in thermal contact with the substance. The pressure is found on the graph. بنحدد الضغط ومن الضغط بقدر أحدد درجة الحرارة. إذا the temperature is read from the graph أو من الرسم. الأبسوليوت 0 أو الصفر المطلق. The thermometer readings are virtually independent on the gas used. عادوا المحاولة دي أكتر من مرة، أول محاولة وتاني محاولة وتالت محاولة، وجدوا أن قراءة الترمومتر لا تعتمد على نوع الغاز المستخدم. If the lines for various gases are extended. لو مدوا الخطوط الناتجة أو المنحنيات الناتجة من أكتر من جاز في التلات محاولات، وجد أن كل الخطوط دي بتتلاقى في المحور X في نقطة واحدة، والنقطة دي مقدارها سالب 273.15 درجة مئوية. Then if the lines for various gases are extended, the pressure is always zero when the temperature, ودي درجة الحرارة اللي عندها الضغط، بيساوي صفر. This temperature is called absolute zero. سميت الصفر المطلق. Absolute zero is used as the basis of absolute temperature scale. وهو اللي استخدم لبناء absolute temperature scale أو تدريج درجة الحرارة المطلق اللي احنا بنسميه تدريج كلفن. The size of the degree on the absolute scale is the same as the size of the degree on the Celsius scale. بدأ الأبسوليوت من 273 بالنسبة لتجمد الماء أو انصهار الجليد، و 373 درجة كلفن تقريبا لغليان الماء. المسافة بين الدرجتين اتقسمت أيضا ل 100 ديفيجن، كل ديفيجن عبارة عن 1 ديجري. To convert عشان أحول من كلفن لمئوي، TC equal T اللي هي بالكلفن minus 273 وربع، احنا تقريبا بنقول T minus 273 لتسهيل الحسابات. تاني التدريج بيستخدم لقياس درجات الحرارة اللي هو الفهرنهايت سكيل بعد السيلسيوس سكيل وكلفن سكيل. A common scale in everyday use in the USA. بيستخدم في US. اسمه جه من العالم دانيال فهرنهايت. The temperature of the ice point is 32 فهرنهايت. Temperature of steam point is 212 فهرنهايت. يبقى في تدريج فهرنهايت رمزوا أو أعطوا قيمة درجة تجمد الجليد أو انصهار الجليد 32 درجة مئوية، ودرجة تبخر الماء 212 درجة فهرنهايت. هنا الوضع بيختلف على عدد الديفيجن أو الأقسام. شفنا في التدريج المئوي وتدريج كيرفن إن كان في 100 قسم ما بين درجة انصهار الجليد وغليان الماء، إنما في تدريج فهرنهايت في 180 ديفيجن، 180 درجة between the two reference points.
Comparison of skill. مقارنة سريعة ما بين الثلاث تدريجات. الأول Celsius and Kelvin. Have the same size degrees but different starting points. تاني عشان أحول من كلفن إلى مئوي TC هتساوي T ناقص 273 درجة. Celsius and Fahrenheit. العلاقة بين المئوي والفهرنهايت. Have different size degrees and different starting point. عشان أحول من مئوي الفهرنهايت TF equal 9 على 5 TC زائد 32 درجة. To compare changes in temperature. لو عاوز أقارن التغير في درجات الحرارة. دلتا تي سي التغير في درجات الحرارة المئوية هي نفسها بتساوي الدلتا تي بالنسبة للتدريج المطلق أو الكلفن بتساوي 5 على 9 دلتا تي اف. وهنا عندي مقارنة سريعة بيبين لي ثلاث مقاييس الكلفن سكيل السيلسيوس سكيل الفهرنهايت سكيل. بلاقي الووتر فريزز تجمد الماء 273 على الكلفن 0 ديسنتيجري 32 فهرنهايت. الووتر بويلز غليان الماء 373 كلفن 100 مع درجة مئوية 212 فهرنهايت. عدد الدرجات 100 ديجري انترفل بالنسبة للكلفن 100 ديجري انترفل بالنسبة للسيلسيوس 180 ديجري انترفل بالنسبة للفهرنهايت. ملخص لي الايس بوينت تمبريتشر على التلات سكيل وايضا الستيم بوينت تمبريتشر على السكيلز المختلفة. بعد الاكسرسايز one day يوم الايام when the temperature reach 50 فهرنهايت what is the temperature in degree celsius and in kelvin. يبقى مديني درجة الحرارة بالفهرنهايت وعاوزني احولها للسيلسيوس واشوف القيمة المطابقة لها على الكلفن. الحل الاول احول من فهرنهايت الى مئوي التي سي بتساوي 5 على 9 تي اف ماينس 32. 5 على 9 شلت التي اف وعوضت بقيمتها اللي هي 50 ناقص 32 طلعت القيمة 10 درجات مئوية. بعد كده أنا ما عنديش علاقة تربط ما بين الفهرنهايت والكلفن لكن أنا حولت 10 درجات مئوية بتساوي 50 درجة فهرنهايت. فلما حول 10 درجات مئوية إلى كلفن كأني حولت ال 50 فهرنهايت إلى كلفن. إذن التي اللي هي كلفن هتساوي تي سي زائد 273 يطلع الناتج 283 درجة كلفن. إذن 50 فهرنهايت بتقابل 10 درجات على المقياس المئوي وبتقابل 283 على مقياس كلفن. الاكسرسايز الثاني A pan of water is heated from 25 degrees to 80 degrees. وعاء من الماء سخن من إلى يبقى مديني درجة الحرارة الابتدائية ودرجة الحرارة النهائية. What is the change in its temperature on the Kelvin scale and on the Fahrenheit scale؟ عاوز التغير في درجات الحرارة على مقياس كلفن وعلى مقياس فهرنهايت. هحسب الأول الدلتا تي بتساوي نفسها الدلتا تي سي التغير في درجات الحرارة 80 ماينس 25 يطلع 55 درجة مئوية بتساوي 55 درجة كلفن. إنما عشان أجيب التغير في الدلتا تي اف على المقياس الفهرنهايت بستخدم القانون 9 على 5 في الدلتا تي سي يطلع الناتج 99 درجة فهرنهايت. الاكسرسايز الثالث عبارة عن كويز أو اختيار. The property that determines whether an object in thermal equilibrium with other objects is. الخاصية اللي بتحدد إن كانت الأجسام في حالة thermal equilibrium with other object أكيد هي temperature درجة الحرارة ليس الهيت ولا الباور ولا الماس. The steam of water point on Celsius scale equal while on Fahrenheit scale equal. بيسألني على steam of water point درجة تبخر الماء على السيلسيوس عارفين انها بتساوي 100 درجة مئوية وعلى الفهرنهايت 212 درجة فهرنهايت.